بصوا الغدا ده مفيش اسهل منه. شوفوا منظر البطاطس والبصل والخلطه الجميله والكفته العسل مع شويه رز بالشعريه وشويه سلطه، مفيش احلى من كده غدا بجد. غدا سريع او عشاء سريع، يلا بينا نشوف عملنا ازاي. طيب في مساء الامان، مساء السعاده، مساء الراحه البال والطمانينه. بصوا يا جماعه دي حرفيا اسرع صينيه كفته تعمليها وطعمها خطير خطير خطير. يعني تعوزي تاكلي صينيه كفته كده بالبطاطس وبطعم حلو، هي دي. هتحطي معلقه زبده كده في الصينيه في الاول او سمنه، وقطعت بصل حلقات وتوم حلقات وبوتيتا حلقات رفيعه قوي قوي زي ما انتم شايفينها كده، وفلفل اخضر طويل كده قطعته رفيع، وطماطميه بس واحده صغيره. تمام، هقلبهم كويس جدا ببعض ورشه فلفل اسود وملح. هتبداي ان انت تقلبي كل الكلام ده مع بعضه، السمنه بتتخلط مع البوتيتا مع كله، وهتفرديها تحت ارضيه في اي صينيه. وانت تكوني مصبعه الكفته بتاعتك. انا اوريدي كانت الكفته بتاعتي مصبعه وبحطها بالفريزر جاهزه لي لما اكون عايزه اكل اكله سريعه كده. تمام، بس وهنا ضربه في الخلاط طماطميه كبيره وفيها معلقه كده واحده بس من الخل وفص واحد ثوم وفلفل اسود ملح ومعلقه معجون صغيره. هبدأ أرص الكفتة بتاعتي على الوش وأسقيها بشفشق الطماطم وأغطيها بورق زبدة وأدخلها الفرن على الصاجة اللي في الأرض على طول. تستوي البوتيتا والكباب يستوي، هولع الشواية تتحمر في نص المدة كده، ولع الشواية تتحمر بس. أدي بيها بقى مع خبز أو مع رز بالشعرية، بتبقى بجد حاجة وهم. تعتبر كده خلاص خلصت. يا رب ارحم أمي وأبويا واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. يا رب اللهم آمين. الكفتة كلها بقى تعملها. بقى نشوفها كده ونشوف ايه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنشيل بقى دي خلاص، هنستغنى عن ورق الزبده، هي خلاص تمام واستوت وامورها تمام. هنولع عليها شويه بس نديها ايه صويا صوص كده خطين. يا سلام مع شويه رز بالشعريه او بخبز مصري او خبز ايراني، حرفيا ما فيش احلى من كده. بس هنولع الشوايه واوريكم المنظر الاخير كده. ما شاء الله اللهم بارك. يقبلها بقى رشه خضره على الوش، وعلينا وعليكم بالف عافيه. يلا جربوها يا جماعه جنب طبق سلطه حلو زي كده، طبق سلطه طحينه او شويه رز بالشعريه حلوين زي دول بالسمنه البلدي. خطيره، عارفين عشان خطيره. شوفوا شوفوا، بصبع الكفته نفسه، هسيب لكم كتريه الكفته تحت.